طب امر واقع بقى، انا سامع ان انتوا الاثنين مع بعض بقى، كان في مشهد انتوا الاثنين كان في مشهد المفروض انا وكريم بنحلم في مشهد حلم. في انتوا الاثنين ما عرفتوش تمسكوا نفسكم من الضحك فيه. طبعا هو اصلا مشهد المفروض ان احنا بنحلم، يعني الناس هتعرف بعد كده ان احنا بنحلم، وهو قفلت حلقه والمشهد المفروض ان انا بقتله فيه. وبعدين انا وكريم ما نعرفش ان احنا هنصور المشهد ده في اليوم ده، واوريدي احنا عندنا كريز الضحك في الكواليس، فلقينا المشهد ده جاي لنا بنقراه بقينا وانا عندي مشاكل مع المشهد، يعني انا اصلا عندي مشاكل. دي المشكله، لا تحس ان احنا ايه، احنا قلبنا الموضوع ساركاستك وقلنا بنتخيل احنا بنعمله بالتصوير البطيء، فخلاص جات لنا حاله مش عارفين ناخده على محمل الجد. بالخنجر في بطني ولا كان مسدس كان مسدس تضربني بالنار وبتضحك. فابتدينا نخش المشهد كل ما يجوا يقولوا اكشن وابص في وشه اقع على الارض من الضحك. بس انا سمعتك كنت طول الوقت بتعيطي في المسلسل، كان عندك مشكله في المسلسل؟ لا استنى بس، استنى انا جايه لك في الحته دي. انا جايه فضلنا يوم هنضحك لحد ما هم لغوا تصوير المشهد في اليوم ده، خلاص مش عارفين نصور خلاص، يعني بقينا شايلين الهم ان احنا هنضطر نرجع للاكسبيرينس دي. ما الضحك لما بتيجي وما حدش انسي خلصان باظت طبعا. بس يعني مشاكل المسلسل ده كان فيه مشاكل كتيره بالنسبه لي انا كمان. لا المسلسل كان صعب، وبعدين انا كنت طالعه مشلوله، فانا كل يوم رايحه التصوير ده عارفه ان انا ما يعني اصل هقرا في المشاهد ايه، يعني بتبكي، انا بروح اعيط من اول ما بروح لحد ما بمشي، وهي 90% من التصوير بتاعي في نفس الديكور تقريبا، فالديكور عملوا لي مشاهدي كلها ورا بعض، فانت كآبة 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 ورا بعض. انا بقى عايزه اقول لكم على حاجه، انتوا الاثنين انا اكتر مسلسلين قعدت اتعالج فيهم نفسيا بعد التصوير امر واقع والطبال. الطبال كان كل يوم تيجي تعيط وتروح. أيوة برضه كل يوم عظيم. كانت كئيبه. انا عايز اقول حاجه، انا كرهت ريم مصطفى في العمل. الاقي نفسي على كوبري اكتوبر قاعده كل مشاهد عياط، كل مشاهد مفيش مشهد كانت بتضحك. مش ممكن امر واقع نفس الحكايه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.